من كام يوم بالضبط أعلنت قناة الوثائقية المصرية أنها بدأت في إنتاج فيلم وثائقي عن حياة الملكة كليوباترا السبعة، وده طبعا بعد الأزمة الكبيرة اللي عملها المسلسل الوثائقي اللي أنتجته شبكة نتفليكس. والحقيقة أنه بالرغم من أنه لسه المسلسل هيتعرض يوم 10 مايو اللي جاي، إلا أنه سبب حالة كبيرة من الغضب عند الناس بمجرد طرح التريلر الخاص بيه. وعشان كده احنا قررنا ان احنا النهارده هنتكلم عن المشكله دي تحديدا، مش مشكله مسلسل كليوباترا بس، ولكن مشكله شبكه نتفليكس بشكل عام. عشان كده هيكون معانا دلوقتي على الزوم الناقد الفني خالد ابراهيم الصحفي باليوم السابع. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين، اهلا بيك. عامل ايه يا استاذ خالد؟ كله زي الفل الحمد لله، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب ميرسي. في البدايه عايز اعرف من حضرتك ايه رايك في الازمه اللي حصلت بسبب مسلسل كليوباترا؟ طيب، هو الحقيقة ان الموضوع مش يعني الفترة اللي فاتت طبعا كان في جدال كبير حوالين الفيلم المنتظر، يعني بعد الضجة الكبيرة اللي حصلت طبعا مش منتظر ان احنا نشوفه، ما كناش طبعا حابين ان احنا نشوف حاجة زي كده، ولكن الأزمة حصلت. بشوف ان الموضوع ليه اكتر من وجه يعني، لكن خليني أبدأ من الآخر وفكرة انه ازاي احنا نقدر نواجه هذا الفكر. خلينا برضو نقول ان ده فكر، يعني نوع من انواع الاعمال السينمائية او الوثائقية او حتى الاعمال المسلسلات وكده، ده نوع من انواع الفكر. خلينا نواجه الفكر بالفكر، وده اللي فعلا حصل في الفترة الاخيرة. لكن انا بشوف ان المشكلة كلها ان المصريين اصبح عندهم او عدد كبير من المصريين في السنين الاخيرة ومع الهوجة الكبيرة للسوشيال ميديا والعالم اللي اصبح مفتوح، أصبحوا يدركوا فكرة المؤامرات أكتر شوية، أصبحوا يدركوا فكرة الأعداء وإن الحرب على أي بلد أو أي حاجة ما بتبقاش أو ما بقتش بالسلاح، ما بقتش بالحرب الكلاسيكية اللي معروفة اللي بنقرأ عنها في التاريخ، ولكن التكنولوجيا والأعمال الفنية والأعمال الفكرية والأدب والروايات وغير وغير والذكاء الاصطناعي مؤخرا أصبح هو الوسيلة الجديدة لاختراق أي شعوب أو لتوجيه أفكار معينة لهذه الشعوب. أنا بشوف أن أزمة مسلسل كليوباترا أو فيلم كليوباترا، يعني اللي المفروض هيطرح كمان كام يوم على منصة نتفليكس، بشوف أن دي واحدة من الأساليب اللي بنتكلم عنها. صحيح أن المنصة موجودة وعدد كبير من المصريين بيشاهدوها وبيتابعوا الأعمال اللي عليها، ولكن ده ما يخلينيش أن أنا أبقى منتبه جدا جدا وأنا بتفرج وبتابع وبشوف ايه الرسائل اللي الغرب او ايه الرسائل اللي احدى الجهات او جهة معينة بتحاول ان هي توصلها لي، وبالتبعية بتحاول ان هي توصلها للعالم كله عن مصر. فهم دلوقتي بيحاولوا يحكوا التاريخ المصري، لكن المطلوب مننا ان احنا اللي نحكي التاريخ المصري. طيب حضرتك، يعني ده تاريخ زي ما حضرتك لسه قايل دلوقتي، ازاي ممكن حد يقعد يتلاعب بالحاجات؟ يعني انت لو دخلت على جوجل ولا دخلت اتفرجت على اي حاجة او قريت كتاب هتعرف الحقيقة. ازاي هم بيكون عندهم القدرة ان هم يغيروا تاريخ موجود بالفعل من الافات السنين ويحولوه بالطريقة دي؟ زي ما بنقول، هي دي الحرب الجديدة، هو ده العالم الجديد، وبالتالي الاساليب الكلاسيكية القديمة بتاعت الاعتراض والمنع و و و اصبحت غير مجدية. لأنه شئنا أم أبينا أي منصة أو أي حاجة هتعمل حاجة مشابهة بنشوف إن هي معادية لتاريخنا وثقافتنا وحضارتنا، شئنا أم أبينا العمل ده هيتعرض. وبالتالي إيه هو المنهج الصحيح في مواجهة هذه الأعمال؟ زي ما حضرتك ذكرتي، الأعمال التاريخ نفسه موجود في الكتب طبعا. الحضارات كلها الكتب بترصده عبر آلاف السنين، ولكن دايما الحقيقة أو الكتب التاريخ ممكن تكون بتظهر الحقيقة من وجهة نظر معينة طبعا. وبالتأكيد الحقيقة لها أوجه مختلفة. أنا أقدر أو بشوف لما أقرأ كتاب تاريخ أشوف الحقيقة من منظوري، غيري لو أرى نفس الكتاب هيشوف الحقيقة من منظور مختلف، ما بالك بآلاف وملايين ومليارات الكتب اللي بتتكلم عن وجهة نظر مختلفة غير اللي أنا شايفها. وبالتالي كتب التاريخ موجودة، مش هقول لكل الناس تخش تقرأ كتب التاريخ وتعرف قد إيه الحضارة المصرية عظيمة وقد إيه كنا فجر التاريخ زي ما بيقولوا والكلام اللي كلنا عارفينه ده، و7000 سنة حضارة و و و اللي كل الناس تقريبا حافظاه. ولكن إحنا دلوقتي في اللحظة الحالية، السؤال اللي أهم بالنسبة لي إنه مش إن المفروض المصريين يقروا ولا لأ والكلام ده كله، ولكن ازاي المصريين يقدروا يحافظوا على اللي بيشوفوه ان هو تاريخهم
من خلالهم ومن وجهة نظرهم. وعشان كده بقول انه صعب جدا ان كل الناس تقرا كتب التاريخ، طبعاً ولكن خصوصا يا استاذ خالد الاجيال الجديده خلينا نتفق ان هم بيتفرجوا اكتر ما بيقروا. بالظبط اللي عايز اوصل له بالظبط، انه مش كل الناس هتقرا ومش مطلوب من كل الناس تقرا بالمناسبه، ولكن اللي مطلوب من الناس ان هي يعني ما تبقاش حاده جدا وقاسيه جدا في الاحكام، ولكن تنتظر لحد ما الرؤيه تتضح. بمعنى انه الفيلم انا شايف انه واحده من المساوئ اللي الناس تلقت بيها الخبر الضجه اللي حصلت اللي ساهمت في الاعلان عن الفيلم نفسه. صح. بمعنى اخر انه ممكن تكون انه عملت يعني دعايه عكسيه. صح. وبالتالي يكون الفيلم نفسه استفاد. بينما ان احنا لو شغالين على التراك بتاعنا وبنعمل الواجب بتاعنا من الاول خالص وعارفين التاريخ بتاعنا وبنبدأ نشوف ايه النقط المضيئة فيه وحتى النقط الغير مضيئة عشان نتلافاها في المستقبل، لو احنا اللي بنعمل الواجب بتاعنا ده من البداية اعتقد ان مكناش هنوصل للمرحلة دي. وبالتالي يعني لو هم عايزين يعملوا التاريخ من وجهة نظرهم تمام اوكي، الكتب التاريخ موجودة والمنصات موجودة ومحدش هيقدر يمنعها، ولكن احنا هنا بقى دورنا ايه؟ اولا دورنا في الاعتراض بيكون ازاي؟ هل بيكون بطريقة عنيفة جدا فيدي انطباع وحش للي قدامنا ان احنا ضد الحريات وان احنا ضد الاعمال الفنيه وان احنا ضد ما بنحترمش الراي الاخر، ولا ان احنا نبدا نقول لهم طيب اعملوا اللي عليكم واحنا كمان هنعمل اللي علينا وتاريخكم اللي انتم بتكتبوه عننا احنا اللي هنكتبه عن نفسنا. طب حضرتك بتقول احنا مش عايزين نبان ان احنا ضد الحريات، حضرتك شايف انه من الحريات والمهنيه ان الشركه تقوم بقفل التعليقات على التريتر على السوري التريلر على كل وسائل التواصل الاجتماعي؟ انا مش معنى كلام ان هم يعني اشخاص يعني بيحترموا الحريات واحنا اللي بنظهر ان احنا شعب رجعي عنده مشكله مع الحريات اطلاقا، يعني هتلاقي انه لو كان عندنا مشاكل في بعض الاوقات ولكن دايما بنحترم الاخر وتاريخنا يعني بيظهر ده، ولكن مش معنى كلامي برضو ان احنا نكون زيهم. بالعكس هم دلوقتي قرروا ان هم يعملوا حاجه خلاص تمام، الدور بقى علينا احنا اللي بتكلم فيه دلوقتي ان احنا شعب مش عنصري، اعتقد ان ده يعني واضح للجميع، وان كانت في بعض المشاكل فالمشاكل دي لا تقول ان احنا شعب عنصري، لانه في كلام كتير طلع على انه الفيلم مرفوض من الشعب المصري لان الممثله صاحبه بشره سمراء، وهذا غير صحيح على الاطلاق، والتاريخ المصري مليان يعني فنانين يعني كتار جدا وعظام جدا اصحاب بشره سمراء، لكن الفكره في لصوص الحضاره، لصوص الثقافه والتاريخ، هو ده اللي احنا بنعترض عليه، مش بنعترض على اصحاب بشره ولا بنعترض على فكره ان احنا شعب عنصري ضد شعب اخر اطلاقا، الشعب المصري في الوقت الحالي عنده نبره وهي كيفيه اعاده العلاقات مع الشعوب الافريقيه، اعتقد ده بيتنافى تماما مع فكره العنصريه اللي البعض بيحاول يروجها عننا. صح. طيب هل متاح ان يكون في اي قرار تجاه المنصه دي ولا ما ينفعش لان هي منصه عالميه او دوليه؟ بشوف انه صعب جدا، يعني سيبك من ان هي منصه عالميه او دوليه، كبرى الشركات اللي ليها علاقه بالتواصل الاجتماعي في بعض الدول مثلا زي الصين مش موجوده، فيسبوك مثلا او بعض المنصات الشبيهه يعني اللي ليها علاقه بالولايات المتحده الامريكيه مش متواجده في الصين، لكن الصين قدرت ان هي تعمل منصات خاصه بنفسها، لكن برضه بقول انه ان المنع ليس الطريقه المثلى، يعني اني امنع منصه او امنع فيلم معين او كده ده مش هيخليني ان انا اوصل الرساله بتاعتي زي ما انا عايز، بالعكس انا زي ما بقول تاني ان رسالتي هتبقى اقوى جدا واوضح جدا اذا تم عرض الفيلم وتم استقباله على النهج اللي هم مش متخيلينه، او اذا اثبت الفيلم فشله، او اذا اسقط الفيلم نفسه بنفسه، وهو ده اللي احنا منتظرينه. العالم كله على فكره بالمناسبه دلوقتي اليونان وبعض الدول الاوروبيه هي اللي بتعارض فكره اصلا انه ازاي فيلم بيتكلم عن الملكه كليوباترا مش المصريين اللي بيعملوه، وان بيعملوا هم بعض اصحاب زي ما بيقولوا الافرو سنتريك او المركزيه الافريقيه، فالمعركه ممكن تكون معركه مصريه خالصه وممكن تكون معركه، وده الافضل يعني ممكن تكون معركه بيشترك فيها عدد من الجهات زي ما بنشوف دلوقتي من بعض الدول الاوروبيه، لكن زي ما هرجع اقول تاني ان الدور اللي علينا الواجب بتاعنا الهوم ورك بتاعنا ان احنا نروح بعد المدرسه نعمل الشغل بتاعنا. ايه هو الشغل بتاعنا؟ نبدا نشتغل على التاريخ، التاريخ المصري مش صغير،
كانت بما ان تاريخ حضرتك المصري بتقول كده يعني دلوقتي، ايه رايك عديد من الحضارات. او وجهه نظر حضرتك من الخطوه اللي قامت بيها الشركه المتحده والقناه الوثائقيه بان هم يردوا عن طريق انتاج فيلم في عن حياه كليوباترا، ويكون هو ده الرد المناسب ولا لا؟ هو ده الواجب اللي بتكلم عليه، هو ده الهوم ورك بتاعنا اللي احنا المفروض نعمله. بادرت الشركه المتحده بهذا القرار، واعتقد ان هو ده اللي كنا منتظرينه. وبالمناسبه القرار ما جاش في سياق ان هو عمل دعايه مضاده للفيلم، لا لا خالص. لا، احنا ناس طبيعيه على فكره بتغير على اسمها تاريخها. القناه الوثائقيه. نعم، احنا مش ما كانش علشان نرد، على قد ما انت بتبقى غيران على تاريخك وبتبقى غيران على بلدك، بالظبط. وبتبقى يعني طبيعي ان انت لو حد جه قال حاجه عنك يا استاذ خالد بطريقه مش صحيحه هيبقى ليك حق الرد. 100% صح، بس انا بتكلم في فكره كمان ان الناس دول بيشوفوا شغلهم طبعا. حتى القناه اسمها الوثائقيه، وبالتالي العمل نفسه جوه سياق الشغل بتاعها. اللي مطلوب مننا ايه؟ انتظار العمل المصري واللي قايمين عليه الاستعانه بالخبراء والمتخصصين. واللي انا متاكد منه انه القرار ما هوش انفعالي او لحظي او لمجرد الرد على ادعاءات خارجيه باطله، ولكن اللي انا متاكد منه ان العمل سيكون قائم على الاستعانه بخبرات في التاريخ، خبرات في الجغرافيا، خبرات في الحضارات نفسها والعلاقات بين الحضارات وبعضها، لان دي مساله برضو شائكه جدا. هو ده الواجب بتاعنا، هو ده اللي مطلوب مننا. هل مطلوب مننا ان احنا نقف عند هذا الحد؟ اطلاقا لا. التاريخ المصري مليان بالعديد من الحضارات زي ما بيقولوا. وهرجع لحضرتك شويه كده، نجيب محفوظ لما جه خد نوبل وعلشان يستلم الجائزه بتاعته، هو طبعا ما راحش وارسل يعني بناته مندوبين عنه، قال جمله انا بعتبرها انه هي دي الحل لكل المشاكل المتعلقه بالهويه بتاعتنا. قال انا ابن حضارتين تزوج في عصر من عصور التاريخ زواجا موفقا، اولهما 7000 سنه وهي الحضاره الفرعونيه، وثانيهما عمرها 1400 سنه وهي الحضاره الاسلاميه. انا بشوف ان الجمله دي لخصت كل حاجه. مظبوط. زودي عليهم بقى الحضاره القبطيه والحضاره الاسلاميه المتفرعه الايوبي والعباسي والمملوكي، حاجات كثيره جدا الى ان وصلنا الى هذا العصر. فاحنا عندنا يعني ارث كبير جدا وكنوز موجودة عندنا في التاريخ نقدر ان احنا ناخد منها الكثير. هرجع تاني لفكرة فيلم كليوباترا. اللي مطلوب مننا في اللحظة دي ان احنا نستنى عمل مبهر. صحيح الاعمال الوثائقية بالنسبة للمصريين كتير مش مفضلة او مش بيتابعوها كتير، ولكن اعتقد ان من النقطة دي او من اللحظة دي هيكون في تركيز كبير جدا على فكرة الاعمال الوثائقية، لادراكنا كمان ان الرسائل مبطنة من هذه الأعمال مش بالأعمال الروائية بس. مظبوط. ناقد الفني خالد إبراهيم الصحفي باليوم السابع، بشكر حضرتك على المداخلة دي جدا.